حلقة اليوم من The Capital Opinion بترحب فيكم أولا. رح أتناول الموضوع الأول بخص قطر ونفوذها بأمريكا والإدعاءات اللي طلعت أو توجهت تجاه الإمارات اللي هي يعني ما فيها شيء من الصحة. أما الحقيقة حتشوفوها بهيدا الفيديو خاصة لما أحكي عن قطر. ما فينا ننكر دور قطر بمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي وعلى السياسة الأمريكية بالتحديد. قطر بتمتلك أحد أكبر مراكز الأبحاث اللي هو بالعاصمة واشنطن واللي يعرف باسم المركز العربي، كلنا بنعرفه اسمه The Arab Center Washington DC، ومعروف انه هو تابع لعزم بشارة او الكلمة الاولى والاخيرة فيه لعزم بشارة. كمان اسست قطر فرع على جامعة جورج تاون بالدوحة طبعا، وفي جامعات كتيرة بس اهم هي في جامعة كورويل او وغيرها من الجامعات ما بذكرهم، بس جورج تاون هي الاهم. وحاولت حكومة قطر تتأثر على ادارة ترامب ببداية محاولتها لغزو العاصمة الأمريكية، حاولت أول شيء التأثير ونجحت بإدارة باراك أوباما. وفيني أخبركم أنه بفبراير 2018، طبعاً هذه إحصاءات كتير دقيقة، بمركز اسمه الأبحاث المحافظ اللي له صلة كتير قوية بالحزب الجمهوري المعروف باسم The American Enterprise Institute، عقدت قطر وقت الحكومة القطرية ندوة، حضرها وزير الخارجية كان وقتها محمد بن عبد الرحمن الثاني، وصار في ترحيب كتير لهيدي الخطوة، ووقعوا شراكة بحثية واستراتيجية بين مؤسسة قطر اللي هي معروفة بقطر فاونديشن وبين عن طريق الجامعة والمركز وبين مؤسسة راند، يعني راند كوربوريشن. تاريخ التأثير القطري كتير معروف، يعني بدأ من أيام ما بدت الجزيرة بالجزيرة إنجليش خاصة. راند كوربوريشن لها مقرها الأساسي بكاليفورنيا وكمان داخل واشنطن، وعندهم شهرة أو معروفين بأنه بيعملوا دراسات أمنية وعسكرية مهمة. بال 2017 تم الإعلان عن افتتاح المعهد القطري الأمريكي كجامعة ضغط، يعني نحن بسموهم اللوبيست، وهدول جماعة الضغط دايما بيأثروا على الإدارة الأمريكية لصالح حكومات أجنبية. فأرادت قطر من خلال المعهد وهيدا الشغل كله تأييد سياسات الخاصة بالحكومة القطرية، يعني العهد باراك أوباما يكون مؤيد لكل شيء بتقوم فيه قطر. عملوا إفصاح عن المبالغ اللي تلقوها، تلقى هيدا المعهد مبلغ مليون دولار، مبلغ بسيط بس لأنه يمكن السفارة القطرية وقتها كان عندها الصلاحيات، لكن الدفع الأكبر جايكم. وعدوهم أنه يعطوهم أكثر، وعدوهم ب 5.2 مليون دولار وتم دفع المبلغ لاحقا. جماعات الشفافية اللي هي بيلاحقوا هيدي التمويلات اللي بتجي من الخارج بتقول انه بالفترة بين 2014 و2018 في 80 دولة أجنبية قدموا تبرعات تقريبا 900 منحة بلغت قيمتها 174 مليون دولار. من أصل 174 مليون دولار في 8.5 مليون دولار دفعتها قطر. هيدي المبالغ الممنوحة هي تحت اسم دعم جامعات ومنح طلابية، ولكن بالحقيقة هي للتأثير لصالح الحكومة القطرية. هيدا المجهود بيكشف قديش قطر حاولت تتغلغل وتغلغلت داخل أجهزة صناعات السياسة الدولية السياسية الخارجية الأمريكية. بس هيدا الأرقام المعلنة بتفتقر للدقة. ليش؟ لأنه من بعد 2018 لليوم ما في عنا إحصاءات دقيقة، أو أنه ما في تأثير قطري على الإعلام الأمريكي بعدم نشر هيدي المعلومات. حأحكيكم عن تأثير داخل الإعلام الأمريكي وبأسماء شخصية معينة. تاني سبب أنه هيدي الأرقام منا شفافة أنه اللي دفعته قطر بفوق هيدا المبلغ بكتير. يعني في تقرير طلع لصحيفة نيويورك تايمز قبل 2018 بيقول
انه بتاريخ سبتمبر 2014 قدمت قطر during 14-15 و16 و17 مليون دولار لمعهد واحد اللي هو معهد بروكينجز اللي هو كمان له فرع بالدوحه، يمكن الان سكر فرع بالدوحه بس هو مركزه الاساسي بواشنطن. في معهد تقريبا بيكتب دائما عن قطر، مش معهد، هو مثل جريدة أو موقع سياسي، ولكن أيضا في حقلكن عنه بعد شوي. في المجلس الأطلنطي اللي نحن بنعرفه بأتلانتيك كونسل كمان أخذ نصيب من الدعم القطري وعملوا وقتها اتفاقيات للتأثير على الأمن القومي الأمريكي لحفاظ مصالح قطر. الجريدة أو الموقع اللي دائما بيذكر هذه الأشياء اسمه Just the News، بيراقب شفافية العمل الحكومي، وأعلن الجنرال جون ألن اللي هو اليوم الرئيس الحالي لبروكينز، أعلن ب 2017 إنه مش أعلن، يعني طلب من الرئيس ترامب إنه ما يقرب على قطر، إنه يعني يحمي مصالح قطر، ووجه رسالة وقتها لمستشار الأمن القومي اللي كان اسمه الجنرال ماكماستر، بيطالبوا فيها بعدم اتخاذ أي إجراءات من قبل إدارة ترامب ضد أي مصلحة بتخص قطر. وإجا الرد من الأمن القومي الأمريكي بأنه طبعاً حيراعوا هذه المسألة أو هذه المسائل بتخص قطر. الموضوع القطري هو في غاية الخطورة في مسألة تأثيره في الداخل الأمريكي. كانت بفترة من فترات قطر بتملي على الولايات المتحدة بمجال السياسة الخارجية، خاصة بما يتعلق بالجماعات الإرهابية، أو كانت عم تدفع ولازالت لمراكز أبحاث إلى مكان كبير داخل العاصمة. بمعنى ذلك بس يعني بفترة ترامب انتبهوا لهذه المسألة حتى ما يوقعوا بفكرة إنه الديمقراطية الأمريكية هي لمصلحة مين بيدفع أكثر بيربح أكثر. فكانت على وشك أن يكون في تهديد للديمقراطية الأمريكية اللي أصبحت رهينة لحكومة قطر. لازم نتابع دائما التقارير اللي بتبين الرشاوة القطرية خاصة بالإعلام الأمريكي. بعطيكم مثال على ذلك، في صحافي أمريكاني اسمه ديفيد ريبوي قال أنه قطر بتهدد أي صحافي بيحاول كشف الحقائق عنها. وكمان قطر منتبهة جدا لشركات العلاقات العامة اللي هن بيأثروا أيضا، وعامل علاقة مهمة جدا مع قناة CNN حتى تخلي إعلاميين تابعين لها يطلعوا يظهروا على شاشة CNN ويأيدوا سياسة الدوحة، وأكيد هيدي ضمن مبالغ وعقود يعني أموال طائلة. واحد منهم اللي هو الإعلام اللي بيشتغل بالجزيرة إنجليش مهدي حسن كمان بيضل على قناة CNN للتعليق أيضا لمصلحة السياسة القطرية. في فيلم وثائقي لازم تعرفوه اسمه أموال الدماء، أخرجه مايك سيرنوفيتش، بيرصد كيف قدرت قطر تشتري عقول وخبرات وفينا نقول ضمائر الكثير من الناس اللي عندها نفوذ بالعاصمة الأمريكية. وعملوا كتير على الهجوم ضد السعودية أولا والإمارات ثانيا. قلت لكم عن الشركات العلاقات العامة، بتستخدمها قطر لحتى تحسن وجه القضية، خاصة بهالأيام بعد التقرير اللي طلع حول دعم قطر الحرس الثوري الإيراني. فهي الأموال اليوم عم تندفع كتير لشركات العلاقات العامة وللوبيست اللي هن بيضلوا بين الكابيتول والكونغرس ومراكز القرار السياسي الأمريكي. هيدي الحلقة أو هيدا الباراجراف أو الفيديو اللي حبيت أعمله هو للتحذير من الدور القطري الخبيث، لأنه تعودت قطر دايما أنها تكذب لتلمع صورتها قدام المجتمع الدولي. الفقرة الثانية بتتعلق بأفغانستان، تابعوني بعد شوي. 20 سنة مضت على أفغانستان من وقت سقوط حكم طالبان بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001. الحركة تأهرت
وبغض النظر عن نشأتها تعتبر طالبان إلى موقع جيوستراتيجي انتبه له أول شيء مستشار الأمن القومي الأمريكي للرئيس جيمي كارتر اللي كان اسمه زبيغنيف برجنسكي، واللي أنا لما كان ناصر عمره 11 يوم عملت معه مقابلة كتير مهمة يعني من 12 سنة. برجنسكي دفع بتأسيس ودعم وتمويل وتسليح الأفغان لمواجهة بالسبعينات طبعا لمواجهة الحكومة الموالية لروسيا لموسكو. برجنسكي حتى بإحدى الفيديوهات ما بعرف إذا المخرج حيقدر يلاقي شيء بهيدا الأرشيف وقف وخطب بالمجاهدين الأفغان بإحدى المعسكرات بباكستان والكوت بتقول لدينا فكرة عن إيمانكم العظيم بالله ونحن على ثقة بأنكم ستنتصرون، تلك الأرض هناك هي أرضكم وسوف تعودون إليها في يوم من الأيام لأن نضالكم سوف يسود وستملكون بيوتكم ومساجدكم مرة أخرى. برجنسكي قال بتصريحاته أيضا أنه أفغانستان هي فيتنام روسيا، وفعلا دعموا المجاهدين وقتها وبشكل كامل وقدروا يوقفوا المد الشيوعي. حتى ما نغرق بالتاريخ رح ارجع لموضوع حركة طالبان، ما حأطول عليكم، بس بسبب الدعم الباكستاني قدرت طالبان تسيطر على أفغانستان بعد ما المجاهدين اللي وقت أخرجوا الروس يعني أخرجوا الروس كليا، قدرت طالبان تتبنى فكر سلفي جهادي، قدمت حالة كإمارة إسلامية متشددة وأولى المشاهد الدموية فينا نقول عنها داعشية العالم ما بينساها وقتها تفجير تماثيل الدينية منها بوزة بباميان، وهذا كان إشارة أنه فكر طالبان متحجر. فما حدا يجي يقول لي هلأ اليوم أنه هذا الفكر حيكون متساهل أو محافظ أو مرن. فطالبان والقاعدة so close together، يعني ما تقدر طالبان إلا ما تحتضن القاعدة. ومنتذكر كيف احتضنت أسامة بن لادن وتحولت أفغانستان لمرت على كل الإرهاب والتطرف، ودخلت أمريكا مع حلف الناتو للقضاء على طالبان والقاعدة بالتحديد. بعد 20 سنة يعني عم نحكي اليوم يعني وقعت واشنطن بعهد الرئيس ترامب اتفاقية مع طالبان لحتى يعني يمكن أن تتسلم الحركة الحكم، ولكن بطريقة لو كان ترامب هلأ لازال رئيس أو يعني انتخب رئيس ما كنا حنشوف المأساة اللي عم نشوفها اليوم. ما رح اشتح معكم كتير بالكلام، ولكن معلومات بتقول انه في بنود سرية لهذا الاتفاق، ومنها بند سهل سيطرة الحركة على المدن الافغانية. البند بيحكي عن الطلب من الحكومة الافغانية تعين كل القادة العسكريين والامنيين بشمال افغانستان اي بالمناطق اللي هي تتواجد فيها الحركة يكونوا من قبيلة البشتون، وقبيلة البشتون هيدي معروف انه بينتمي لها غالبية اعضاء الحركة. فيمكن كان في شيء صورة خاطئة لدى الأمريكان بعد 20 سنة، ولكن قدرت طالبان اليوم تشتحكي للمحافظات والمدن بدون ما تقاتل. وطبعا اللي بدي أقوله أنه طالبان أخذت من الدوحة دعم كتير كبير، وأنا من يومين كنت باجتماع مع أحد الشخصيات اللي يعني الداخلي بالاتحاد الأوروبي، عنده المعلومات بتقول أنه الدوحة هي داعمة أساسية لطالبان بالسلاح وبالتدريب، وحتى يعني هناك علاقة جداً وثيقة. لكل اللي بيقولوا أنه طالبان غيرت أيديولوجيتها، أنا بقول لهم لا، صوبة بعده مدرج بالدماء، وما فيها تغير صوبة وبتصير معتدلة ومتسامحة. هيدي الحركة كفرت الغرب وعقدت يعني عقدت صلح مع الشيعة اليوم وصارت حليف لنظام الولي الفقيه.
فالرعاية القطرية، وكمان ما ننسى الدعم التركي، لأنه يعني الحركة تحولت بسرعة كتير كبيرة، ومنشوف الدعم اللي جاي من مسجد الأقصى لها ودخول تركيا على الخط، وكل هدفها هو أيضا الهجوم على السعودية وعلى الانفتاح السعودي وكل الاتهامات للرياض، وأيضا يعني رجعوا يحكوا بفكرة الإشراف على الحرمين الشريفين، لأن السعودية بالنسبة لطالبان هي هدف، يعني هدف أساسي وهدف لتدمير أو استهداف دورة تاريخي بالعالم العربي والإسلامي. رياض هدف، لأن رياض رفعت لواء محاربة الإسلام السياسي بكل أشكاله، فهي عدو أساسي ورئيسي لطالبان، مثل ما عدو أساسي ورئيسي لحرس الثوري وحزب الله وغيره. كل من يمول الإسلام السياسي سيسعى إلى تشويه صورة السعودية، لأن صورة السعودية بتمثل دين حنيف بيدعو للاعتدال وللوسطية. وكمان حنشوف وشفنا انطلاق حملات مسعورة بالإعلام من الإعلام القطري التركي الداعم لطالبان ومرتضى قطن طبعا، مش بس على السعودية، شفنا أيضا الإمارات هدف أساسي وأخذت حصتها من الاتهامات والتحريض عليها، مش كرمال شيء بس لأنه بيتهموها بالخيانة، ولكن الحقيقة أنه الإمارات هي من أشد المحاربين للإسلام السياسي وأخوانهم المسلمين، والهجوم عم بيزيد على أبوظبي، لأنه طبعا استضافت مؤخرا ما تابعته الرئيس الأفغاني أشرف غني ومرته، على فكرة مرته هي من أصول لبنانية، خرج من كابول لأنه كابول صارت محقونة بالدماء، والإمارات قامت بدور كتير إنساني لأنه دولة بتحترم حالها ولديها نظرة وبعد إنساني كتير مهم. فنظام تميم ونظام الحمدان هن الراعيين الرسميين للإرهاب وممولين أساسيين للإسلام السياسي اللي بيخدم أجندتهم وبيخدم أجندة التطرف الإيراني. وشفنا أنه شيء أنه حكم الطالبان بأفغانستان ويعني قدرت تسيطر على القصر الجمهوري، وهلأ المطار في عليه إشكاليات كبيرة، ويعني طالبان هي عم تفرض على الأمريكان الأجندة الزمنية للخروج. طلعت أصوات المرتزقة بالدوحة بيطبلوا لطالبان وكأنه يعني طالبان هي الجيش المخلص، بينما يعني لازم يكون في حركة وعي وفهم وما يضحكوا علينا، يعني هيدي كلها مسرحية يعني عم بيطبلوا لمين؟ لناس هن أول شيء حينقلبوا ضدهم وحيهددوا أهلهم. يعني قطر لقت بطالبان الإخلاص وما لقت بآل مرة الحق والكرامة، وهن قبائل يعني وعشائر عربية أصيلة. فاللي بنعيشه عم نعيشه اليوم هلا في واشنطن بالتحديد هو انشغال الاعلام الامريكي بشكل كتير كبير بتصرفات طالبان، خاصه بموضوع المراه وموضوع يعني كيف انه الامريكان they were left out they were left behind، وبعدها اداره بايدن مصره انها تعمل اتفاق نووي مع ايران على حساب الحلفاء. يعني اي اتفاق هيدا هو حيخلق مبتور ما بيراعي المصالح الأمريكية، منشان هيك نحن حنكون بالمرصاد لهيدي الأبواق بالدليل وبالحجة، ونحن حنكون ضد كل من يتحالف مع قطر ومع طالبان ومع غيره، لأنه هن حيخسروا بالنهاية. أنا واجب علي التنبيه من هذا الأسلوب القطري الإيراني لدس السم بالعسل باللي عم بيقوموا فيه. لهون بتنتهي حلقتي، بكتفي بهذا القدر، بترككم أنتوا تحللوا وتعطوني أراءكم بالكومنت، وما تنسوا تشتركوا بالقناة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.